صباح الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ايديا سيكيورتيز، واخر فيديو خلال تداولات هذا الاسبوع. في البدايه سنتحدث قليلا عن ما حصل خلال تداولات يوم امس وقرار البنك المركزي الاوروبي الذي ابقى على معدلات الفائده العامه دون تغير، لكن شهدنا تحرك من قبل ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي بان يبقي الباب مفتوحا لمزيد من التحفيز الاقتصادي من جديد، حيث ذكر انه البنك المركزي ومجلس السياسه النقديه ناقش خفض اسعار الفائده العامه في هذا الاجتماع، بالاضافه الى خفض اسعار الفائده على الودائع وأيضا احتمالات وجود تيسير كمي جديد خلال الفترة المقبلة، فيما لو ساءت الأمور، على الرغم من أن الأمور بالوضع الحالي الآن سيئة تعتبر مع انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات 15 نقطة مئوية. على إثر ذلك شهدنا أولا ارتفاع باليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي مستوى 38، على إثر حديث ماريو دراغي أنه لم ترتفع مخاطر انكماش معدلات التضخم، لكن الحديث عن أن هناك نوع من الديسكشنز أو نوع من الحديث في أو مناقشة العديد من الإجراءات التي ممكن اتخاذها، هذا ما أدى إلى انخفاض اليورو على الأقل من جديد إلى مستويات 36.98. خلال فترة التداولات الآسيوية اليوم لم يكن لدينا أي أرقام اقتصادية مهمة، وحتى خلال فترة التداولات الأوروبية المقبلة هناك فقط رقم واحد من ألمانيا، هناك توقعات تشير بارتفاع طلبات المصانع الألمانية بواقع 15 نقطة مئوية في فبراير من أصل الارتفاع الذي حصل في يناير بواقع 1.2. لكن أهم أحداث اليوم ستكون هي طبعا تقرير الوظائف الأمريكي والذي سيتم الإعلان عنه في تمام الساعة 12 ونصف توقيت غرينتش، أي حوالي الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي عصرا تقريبا. هناك توقعات تشير أو توقعات إيجابية نوعا ما تشير بإضافة أكثر من 199 ألف وظيفة جديدة في مارس الماضي، مع أيضا انخفاض معدلات البطالة العامة إلى 6.6 من أصل 6.7. لكن الشيء المهم في هذا التقرير أيضا يكمن في أنه هذا أول تقرير للوظائف بعد فترة الطقس السيء التي كانت ما بين فترة ديسمبر إلى فترة فبراير. أي أرقام اقتصادية سلبية أو أرقام مخيبة للأمل اليوم في هذا التقرير ستزيد من جديد علامات الاستفهام عن ما هي صحة بالفعل الاقتصاد الأمريكي وما هي صحة الأرقام التي كانت تخرج خلال فترة ديسمبر ويناير وفبراير التي أتت سلبية بسبب الطقس السيء كما تدعي الرواية الرسمية. أيضا ننتظر أيضا أو ننتقل إلى كندا، ننتظر أيضا أرقام التغير في التوظيف والذي متوقع أن يضيف حوالي 21.5 ألف وظيفة بكندا، بينما معدلات البطالة ستستقر عند مستويات 7% دون تغير. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير. لدينا تقرير مهم جدا اليوم سيتم إصداره اليوم قبل تقرير الوظائف الأمريكي، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على هذا التقرير. شكرا للمتابعة، نراكم الأسبوع. Thank you.